السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة هكمل رسمة الوجه، والحلقة السابقة والحلقة اللي قبليها رسمنا العيون، وبعد كده رسمنا الانف والفم، والنهاردة ان شاء الله دي الحلقة الثالثة من حلقتنا السلسلة اللي احنا عاملينها. ان شاء الله هنبدأ بيها نرسم الاذن والشعر وناخد الشكل الخارجي بتاع الوجه بكل احداثياته. وزي ما قلت قبل كده، انا ببدأ ارسم للمبتدئين، يعني انا في حرفية اكتر من كده احنا نقدر نعملها ونقدر نوصل لها، بس التدريب كده. نبدأ نكمل الرسمة بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله تعجبكم، للناس المبتدئين مش الناس الحرفية او بيرسموا بحرفية اكتر، لا احنا نبدأ للناس المبتدئين. بوريكم التفاصيل بتشتغل ازاي، وعلى كبر الصورة والشكل الداخلي والخارجي ان شاء الله هنكمل الحلقة. نبدأ كده مع بعضينا نرسم الانف الاذن. هنبدأ نرسم الاذن، يعني باخد خط كده من الحاجب، اخر الحاجب كده بروح واخد خط بسيط صغير، ومن هنا من اخر برضو الحاجب برسم واخد خط بسيط صغير. هنا المفروض ان احنا لو احنا هنشتغل بحرفية اكتر، المفروض ان الانف بتبقى اصغر من كده والعين بتبقى اصغر من كده، عشان ناخد على حرف الانف من تحت خط، ومن على حرف الانف من تحت خط. بس انا عشان هنا بكبر الرسمة قوي، وهعاوز اوريكم التفاصيل كلها بتاعت الاذن، هبدأ معاكم وان انا اقبل اذن صغيرة لحد هنا بس، اخد خطين لحد هنا كده. خدت انا الخطين دول الوهميين اللي انا رسمهم دول، وابدأ ان انا اشتغل على الاذن. هنبدأ ناخد نص دايرة كده لبره، وراح داخل بيها كيرف لجوه، وراح واخد على اخر الخط بتاعي اللي هو من تحت، اخد النص دايره التاني. يعني انا عملت نص دايره من فوق كبيره ونص من تحت صغيره، وهنا نفس هنا انا باخد نص دايره كبيره وراح نازل على الصغيره تحت كده. خلصت انا الاثنين دول كده بالظبط، وراح واخد من الشرطه اللي انا عاملها، مش لازم او لازم، اخد من تحت الشرطه كده، راح واخد نص دايره مع النص دايره الاولاني اللي انا عملته، واروح نازل على الخط الثاني كده، عشان تبقى الاذن خارجه من الوجه. وهنا دي هتلف بعديها، راح واخدين في نص دي نعمل نقطه كده، نص الانف نص الاذن. وهنا نفس الطريقه، ناخد من تحت شويه كده، راح واخدين نص دايره، النص دايره اللي انا بعمله ده، وراح داخل بيه على الربع الاخراني بتاع الوجه، الربع الاخراني بتاع الاذن، وراح واخد نص دايره خط في النص. الخط اللي في النص ده انا بعمل بيه حرف زي سبعه كده كده، واخد من السبعه دي خط داخل هنا ماشي، وبرده نفس الطريقه خط، وراح واخد نازل كده، وراح نازل بالخط ده كده برده، والخط ده كده، وراح نازل بالخط ده كده كده. انا رسمت هنا، انا رسمت الاذن. هاخد تفاصيل الوجه الخارجية عشان اقفل تحت الفم. تحت الفم المسافة اللي هنا من اول المنخار لحد هنا، راح واخد نص المسافة دي كده، واخدها بنص دايرة كده زي ما انا واخدها، خدتها بنص دايره، وراح طالع على بره، واخد من اول الاذن
نازل بالخط كده. 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 برضو طالع كده لبره واخد لحد الاذن الخارجية. انا عملت كده قفلت الوجه عشان اعمل الشعر. عاوز انزل بالشعر على الودن الاولانية او الودن دي. يعني انا عاوز اخلي الشعر على الناحية ديت او الناحية دي. هبدأ ان انا اشتغل على الجزئية اللي انا قلت عليها. الشعر عشان ارسمه انا كده قفلت الوجه عشان تشوفوا تفاصيل الوجه هتبقى عاملة ازاي. ماشي. هاجي بالمساحة بتاعتي اروح عامل الخطوط العريضة دي كده. انزل كده. عاوز دي كده تديني خلفية الخد اللي عندي كده. واخد دي كده. واخد دي كده. 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 الخط بتاعي بخليه يتحرك شوية. تنس عشان اجيب خد كده. كده. واخد هنا كده وهو ياخد شطة صغيرة كده. شطة صغيرة من هنا. شطة صغيرة كده. اخد شطة كده صغيرة من هنا وشطة صغيرة من هنا. لو عايز اقفلها بعملها كده. لو مش عايز اقفلها بسيبها خالص. عشان ما بينش حاجة ان انا برسم رسمة. لا انا عاوز اعملها كشكل جمالي للوجه. اهم حاجة ان انا اخد الدايرة بتاعة اللي انا عاوز اعملها من هنا دي عشان تبين الحتة اللي تحت اللي هي بتاعة الدقن. كده. كده. ماشي. كده. كده. انا كده عملت التظليل بتاع الوجه اللي انا عاوزه كده بالظبط. كده انا عملت التظليل بتاع الايه التظليل اللي هو بتاع الوجه الداخلي. لو عاوز اعمل الشعر ابدأ معاكم بخط دائري كده. ده كده اعمل بيه الجبهة بتاعتي اللي انا هبدأ بينها اطلع الشعر. عملت كده انا الجبهة زي ما انتم شايفين. واجي اروح ماسح الخط اللي انا رسمته عشان انا اشتغل عليها بتقنية عالية تظبيط واظبط الدوران بتاع الجبهة من فوق عشان ابدأ ان انا ابدأ انزل بالشعر. الشعر عاوزه انا كده. كده. عاوز كده. 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 كده انا خدت اول الشعر معايا. واجي اروح واخد الرسمة بالطريقة دي. اروح واخد دوران هنا ودوران كده ودوران كده ودوران كده ودوران كده ودوران كده. كده انا رسمت الدوران بتاع الشعر كله كده. وهبدأ ان انا انزل الشعر زي ما انا عاوز اعمل شعر الرسمة اللي انا برسمها. ممكن اخش على الوجه ممكن ما اخشش.
بس انا عشان اعلمكم ازاي ترسموا الرسمه كده لازم مش هخش على الوجه كله وابدأ ان انا ارسم الشعر بتاعي زي ما هو نازل عندكم كده بالظبط. ماشي، ده وراه اللي انا عاوزه الشعر. انا شكلت خطوط الأمامية بتاعة الشعر بالظبط زي ما انا عاوز، واللي انا عاوزه اعمل قصة، اعمل شعر عادي واخد منديل زي ما انا شايف عشان ده ياخد مساحة اكبر، وتقل الحتت بتاعة الشعر بتاعي اللي انا عاملها كده كده، اتقل شعر اذا انا عامله بالظبط كده عشان لما اخش جوه الشعر وتفاصيل التفاصيل اوريكو ازاي انا رسمت شعر جميل ومنظم بالظبط زي ما انا عاوز اعمل. عاوز امسح حته كده، عاوز اعمل الرسمه كده، عاوز اعمل اللي انا عاوزه، اعمل الشعر زي ما انا عاوز بالظبط كده بتقنيه خاصه. ولو عاوز تعمل رقبه عادي تعمل رقبه، بس ان هي شكل رقبه وخلاص، بس هي ايه مش رقبه، رقبة وهمية عشان انا مش هكمل الرسمة لحد الاخر. ابدأ اشتغل في تفاصيل الشعر اللي انا عاوزه. زي ما انا عملت كده شعر عادي واروح داخل اطمس اللي انا عاوزه، يعني كده اعمل فيها اللي انا عاوزه بالظبط، وابدا اعلمكم ازاي تبداوا ترسموا معايا، تفضلوا معايا باستمرار عشان تتعلموا رسم الجديد ورسم كل حاجه جديده ان شاء الله ومبتكره مع بعضينا ان شاء الله في الحلقات القادمه. واحنا كده انجزنا الحوار بتاعنا في 3 حلقات، ولسه الحلقه الرابعه ان شاء الله بتاعه تفاصيل الوجه باذن الله اللي احنا هنخش جواها نبدا نرسم بقيه الوجه اللي احنا عاوزينه. بس انا عملت لكم دي عشان تعرفوا ان احنا قربنا نوصل للشعر بتاعنا اللي احنا عاوزينه. طبعا دي اتعملت معانا كده نقدر نعدلها كده، احنا وصلنا لاخر حلقة تالتة بتاعتنا.
كده انا وصلت لاخر حلقه، حلقه لسه الحلقه الاخيره ان شاء الله، نكمل الرسمه ديت ونخش في تفاصيل الوجه من جوه اللي احنا خلاص يعتبر خلصنا نصه، ناقص ايه النص الاخير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.